السلام عليكم وأهلا بكم إلى حلقة جديدة من زوايا الحدث، نخصصها لمناقشة تصريحات نائب رئيس مجلس النواب محمد الشدادي حول إمكانية انعقاد المجلس خلال الأيام المقبلة. كشف نائب رئيس مجلس النواب محمد الشدادي عن عقد أولى جلسات مجلس النواب خلال الأيام المقبلة في العاصمة المؤقتة عدن، ونقلت صحيفة الشرق الأوسط عن الشدادي قوله إن المجلس لديه القدرة على تجميع الأعضاء في وقت قياسي لا يتجاوز 10 أيام من تاريخ تحديد عقد الجلسة، لكن لم يحدد موعد عقدها. وأكد الشدادي قدرة حضور الأعضاء في الوقت المتفق عليه من كافة المحافظات، خاصة تلك الواقعة تحت سيطرة الميليشيا والذي يتجاوز عددهم 30 عضوا. وكان من المقرر أن تعقد أولى جلسات مجلس النواب نطلع فبراير الجاري، إلا أن الأحداث الأخيرة التي شهدتها عدن أجلت عقد الجلسة. نتوقف عند هذا الخبر لنناقشه في محورين: ما مدى إمكانية انعقاد المجلس خلال الأيام المقبلة؟ وهل العاصمة المؤقتة جاهزة لانعقاد الجلسات؟ وما الذي سيضيفه عودة البرلمان للسلطة الشرعية؟ قبل النقاش نتابع التقرير. على هامش الحرب والانقلاب يعود مجلس النواب للواجهة، حراك سياسي داخل الشرعية في محاولة لعقد جلسات مجلس النواب في ظل عوائق محلية وإقليمية تمنع انعقاده. نائب رئيس مجلس النواب محمد الشدادي كشف لصحيفة الشرق الأوسط عن توجه رسمي لعقد أولى جلسات البرلمان، لكنه لم يفصح عن زمن انعقاد الجلسة المرتقبة. وبحسب الصحيفة فإن الشدادي أكد قدرة مجلس النواب على تجميع أعضائه من كافة المحافظات خلال 10 أيام. يمثل حضور نواب المحافظات الواقعة تحت سيطرة ميليشيا الحوثي إحدى عوائق انعقاد البرلمان، ورغم تصريح الشدادي بإمكانية حضورهم إلا أنه لم يوضح ما هي الآليات الآمنة لوصولهم إلى عدن. لكن انعقاد مجلس النواب في عدن يمثل مشكلة رئيسية، حيث لم تعد عدن آمنة للحكومة نفسها بعد محاولات الانقلاب الأخيرة على الشرعية، خصوصا وأن الأزمة ما تزال مستمرة في عدن بين المجلس الانتقالي المسلح المدعوم من الإمارات وبين الشرعية. مصادر مقربة من مجلس النواب كشفت عن وجود خيارات بديلة إذا ما تعذر عقد الجلسات في عدن، ورغم أن المؤشرات تشير إلى محافظة مأرب إلا أن المصادر لم تحدد ما هي المناطق البديلة. اكتمال نصاب البرلمان مشكلة تسعى الحكومة لتجاوزها، حيث يتواجد 120 برلمانيا في المناطق المحررة، وما زالت الحكومة تحتاج إلى ما يقارب 17 عضوا لاكتمال النصاب الدستوري. لكن برلمانيين يؤكدون أن انعقاد مجلس النواب مرتبط بعودة المناطق المحررة أولا للحكومة الشرعية. حياكم الله مشاهدينا من جديد، وأبدأ هذه الحلقة مع البرلماني الأستاذ شوقي القاضي. مرحبا بك أستاذ شوقي. أهلا وسهلا أخي، ولك وللسيدات والسادة المشاهدين. أهلا بك أستاذ شوقي. في البداية، مدى إمكانية انعقاد الجلسة لمجلس النواب، لا سيما أكثر من مرة يتم إعلان بأنه ستعقد جلسات مجلس النواب ثم لا يتم ذلك؟ بداية أؤكد أخي الكريم على أهمية أن ينعقد مجلس النواب، لأن هناك كثير من المهام والمسؤوليات التي توجب على أن ينعقد مجلس النواب ليصبح شريكا فاعلا مع الحكومة في هذه المرحلة الخطرة التي لا يصح فيها أن تتعطل طاقات ما يقارب 270 عضوا بشكل عام. يعني موضوع النصاب، أنا تابعت تقريركم بداية. النصاب يا أخي الكريم قد توفر مبكرا. أنا أتفق مع الرأي الذي طرحه الأخ نائب رئيس المجلس في أن النصاب ممكن أن يتوفر، بل قد توفر. وأنا المعلومات المؤكدة التي لدي أن الشرعية معها أكثر من 140 عضوا، 140 وليس 137. يعني النصاب يحتاج إلى 137، لكن الشرعية لديها، وأنا مطلع على الأسماء اسما 140 عضوا. نعم. إذن أين المشكلة في موضوع انعقاد مجلس النواب؟ ليست المشكلة في النصاب،
ولا المشكلة في رغبة النواب. فبمجرد ما تواصلت الحكومة مع نائب رئيس المجلس بعد غياب بعد تغييب طويل، أنا هنا أريد أن أنبه أنه للأسف أيضا الشرعية غيبت أعضاء مجلس النواب حتى الذين هم في إطار الشرعية. ومن ثم عندما تواصلت الحكومة والتحالف مع البرلمان مع نائب رئيس المجلس وتواصل نائب رئيس المجلس مع الأعضاء، توافد الأعضاء إلى جدة قبل أشهر على أمل أن ينعقد المجلس سواء في عدن أو في مأرب أو في أي مكان. لكن أين المعيقات الحقيقية؟ المعيقات الحقيقية أولا في رغبة التحالف رقم واحد، هكذا دعني أتحدث بكل شفافية ووضوح. نعم. الأمر الأول، التحالف نفسه واضح تماما أنه لا يرغب مطلقا بأي مشروعية للحكومة اليمن للدولة اليمنية يزيد عليه أعباء. المشروعية الأولى مع رئيس الجمهورية، المشروعية الثانية مع الحكومة، المشروعية الثالثة وهي الأقوى التي ستمثل مشروعية الشعب اليمني، لأن عضو مجلس النواب لم يأتي مطلقا لا بقرار سياسي ولا بإرادة تحالف ولا بمجاملة، ولا جاء بناء على إرادة الناخبين. إذا مجلس النواب يمثل الشرعية الشعبية مباشرة. ومن ثم فإن التحالف للأسف يبدو أنه لم يحدد رؤيته تماما في هذا الموضوع، بل أنا أقول هكذا على كما يقال على بلاطة، التحالف لا يرغب بفاعلية وتفعيل هذه الشرعية. الأمر الثاني، السبب الثاني، الحكومة نفسها يبدو أن هناك تقصير في المهام، تقصير في الواجبات، أو تخوف من المجلس. للأسف هم ينظرون للمجلس على أنه سيأتي يسحب البساط قليلا من أيديهم كما يقال. نعم تفضل. طيب أستاذ شوقي، ذكرت نقطتين مهمة، يعني لماذا لا يرغب التحالف يعني في انعقاد المجلس؟ يعني ما هي التبعات التي يخاف منها التحالف العربي حتى لا يحبذ أن تعقد هذه الجلسة مبدئيا، ومن ثم نذهب أيضا لرأي الحكومة كما تحدث. ما واضح تماما أخي الكريم، واضح في أداء التحالف أن هناك دعني أن أبرئ النوايا، سأتحدث بنية ساذجة جدا وبحسن نية. التحالف نفسه واقع في كثير من الأخطاء. يعني على سبيل المثال محافظة عدن، العالم كله ومن ضمنه التحالف ورئاسة الدولة أطلق على عدن العاصمة البديلة، أي أن الرئيس والحكومة سيتوافدون مباشرة بعد تحرر عدن إليها ليبدأوا ممارسة مهامهم، ومن ثم سميت العاصمة البديلة. العاصمة البديلة نفسها اختطفت، منع الرئيس من التواجد فيها، منع محافظ الرئيس محافظ المحافظة الذي عين من الرئيس من التواجد فيها، منعت طائرة البنك المركزي، منع الوزراء بصورة أو بأخرى، ضيق على رئيس الوزراء، وآخرتها الانقلاب المشؤوم الذي قاده المجلس الانتقالي ضد رئيس الوزراء. كل نعم. هذا يستهدف يعني العاصمة البديلة. إذا التحالف نفسه لم يكن صادقا في موضوع أنها عاصمة بديلة، لأنه لو كانت عاصمة بديلة لسارع التحالف مباشرة إلى تعزيز وجود الشرعية ومؤسساتها. نعم. بدءا بالرئاسة إلى غير ذلك. نعم، قد ربما البعض يقول أستاذ شوقي، لماذا تحملون التحالف هذه المهمة؟ والسبب الرئيسي ربما هو المجلس الانتقالي الذي لا يرغب عودتكم إلى عدن ولا يرغب بعودة مجلس النواب، وله مطالب أخرى تطالب بالانفصال عن الشرعية. على العين والرأس أخي، هذه حدوتات لا تمر على أحد، لأن المجلس الانتقالي مدعوم 100% من الحزام الأمني إلى آخر مؤسساته، من مكون رئيس في التحالف وهي دولة الإمارات العربية المتحدة، وهذا أمر معروف. يعني بالأخير عندما الأباتشي لا يملكها المجلس الانتقالي، الأباتشي التي ضربت معسكرات الحماية الرئاسية والأباتشي التي دمرت المعسكر الأخير لا يملكها المجلس الانتقالي، يملكها التحالف وبالتحديد الإمارات والسعودية كذلك. يعني هنا عندما نقول التحالف نقصد بها المملكة العربية السعودية والإمارات. إذن المشكلة في اختطاف عدن ومنع الشرعية من التواجد فيها هو التحالف.
المجلس الانتقالي بالأخير انظر في الحركة الأخيرة التي أعلن المجلس الانتقالي بأنه سيرحل بن دغر، بمجرد ما جاءته الأوامر من التحالف انتهت المشكلة نعم. كلها وعاد الناس سمن طيب. عسل. طيب أستاذ شوقي، ابقى معي أستاذ شوقي، نشرك معنا في الحديث أيضا البرلماني الأستاذ عبد الكريم الأسلمي. مرحبا بك أستاذ عبد الكريم. أهلا وسهلا أخي الكريم. أهلا بك أستاذ عبد الكريم. الأستاذ شوقي القاضي يرى بأن عدم رغبة التحالف العربي في انعقاد المجلس هي شيء أساسي، لو كان لهم الرغبة الكاملة لا عقدت الجلسات من زمان، من بداية ما تم التصريح أكثر من مرة لعقد جلسات مجلس النواب، وأيضا ذكر بأن أيضا الحكومة ربما تخاف من سحب البساط عليها، وهي أيضا لا تحبذ أن يعود مجلس النواب بصورته القوية الذي سيحاسبها على أي قصور. ما رأيك أنت؟ أنا أتفق مع كل ما طرحه زميلي وأخي شوقي القاضي في أن عدم سبب انعقاد مجلس النواب يعود إلى عدة أسباب، ومن أهمها قضية رغبة التحالف، وأنا سأضيف أيضا عدة أسباب أخرى. كل الأطراف حقيقة يعني متفقين على عدم انعقاد مجلس النواب، بما فيهم وعلى رأسهم أيضا حركة الإنقلابيين الحوثيين في صنعاء، هؤلاء لا يرغبون في أيضا عقد مجلس النواب، وعملوا بالتنسيق مع أذرعهم في الجنوب لإفشال هذه الجلسة، كون مؤسسة البرلمان هي ما زالت المؤسسة الوحيدة الشرعية التي يعتقدون أنهم ورثوها من صالح وأنها توفر لهم غطاء ويريدون الحفاظ عليها. أيضا نعرف أن المجلس الانتقالي يرفض بشدة يعني عقد جلسات مجلس النواب في عدن، لأنه يعتبر هذا تهديد لمشروعه الانفصالي والتخريبي في الجنوب. نعم. بالإضافة إلى أن الحكومة أيضا هي طرف يعني إلى حد ما متهاونة، لأن عقد مجلس النواب يمثل رقابة عليها، وهي تشتغل الآن بدون رقابة أو محاسبة. نعم. طيب أستاذ عبد الكريم، معذرة ولو قطعت كلامك، ذكرت نقطة في غاية الأهمية، أن الميليشيا الانقلابية هم الحوثيين في صنعاء يعني بتنسيق مع أذرعهم في الجنوب، هل يعقل أن أبناء الجنوب من قاموا بمقاتلة الحوثي وطردهم من المحافظات الجنوبية وتحريرها لا زالت لهم علاقة الآن تربطهم بالميليشيا؟ الكريم، الكل يعرف أن المجلس الانتقالي منسق تماما مع إيران، والتي هي الداعم الرئيسي للحركة الحوثي الانقلابية في صنعاء. نعرف أن عيدروس النقيب، عيدروس الزبيدي تلقى تدريب وتلقى تمويل من إيران وما زال ينسق معهم، هذا شيء معروف للكل يعني، ومعظم ميليشياته تدربوا هناك في إيران، فالتنسيق واحد بين المجلسين الانقلابيين سواء في صنعاء أو في عدن، وهو يهدف إلى تحقيق غاية واحدة، وهي قضية القضاء على الشرعية وزرع الفوضى في اليمن لخدمة أهدافهم الانقلابية. الآن المجلس الانتقالي أستاذ عبد الكريم، من نتهم المجلس الانتقالي بالعمالة مع الإماراتيين ويعني تنفيذ أجندة الإمارات أم أجندة إيران أم أجندة الدولتين معا؟ لا شك أن لكل دولة منهما أهدافها الخاصة. الإمارات لها أهداف خاصة في اليمن، تسعى إلى السيطرة على الموانئ والجزر اليمنية، ولتنفيذ أهدافها هي تسعى إلى زرع الفوضى في الجنوب وفي اليمن عموما، ولذلك تتعامل مع أي طرف يساعدها. أيضا الإيرانيين لهم أهدافهم الخاصة في اليمن، ويسعون إلى دعم أي طرف يساعدهم في هذا، والمجلس الانتقالي هو عموما واضع نفسه في خدمة الطرفان، لأنه يحقق أهدافهم جميعا ويتلقى التمويل من الطرفين، هذا نعم. واضح للجميع. نعم. طيب أعود للأستاذ شوقي القاضي. أستاذ شوقي، هل فعلا يعني الميليشيا الانقلابية ممثلة بالحوثيين في صنعاء لا زالت كما تحدث الأستاذ عبد الكريم لهم أذرع في الجنوب وهم منسقون ويحاولون على إعاقة عقد جلسات البرلمان وأيضا على تفتيت وتشتيت الشرعية بشكل عام؟ أولا أتمنى أخي بشير أن نفرق تماما بين أبناء الجنوب وبين المجلس الانتقالي. نعم. يعني أنت في سؤالك ذكرت أبناء الجنوب، أبناء الجنوب خليط من الأهداف وخليط من القرارات، ومن بينهم من هم يعني أكثر نضجا وأكثر حرصا على يمن اتحادي بأقاليم متعددة
يحكمه العدل والتنمية إلى غير ذلك. ينبغي أن نفرق تماما. نعم. المجلس الانتقالي يمثل فئة من أبناء الجنوب، هذا النقطة الأولى. نعم. النقطة الثانية، كل أصلا يتصور أنه سيستفيد من الآخر، يعني هي عبارة عن تقاطع مصالح. يعني الحوثيون بالتأكيد لديهم تنسيق مع بعض القيادات في المجلس الانتقالي، إما مباشرة وهذا ليس مستغرب، وهذا طبيعي في ظل الحروب وفي ظل التكتيكات وفي ظل الاستراتيجيات، وإما عن طريق دول أخرى ومن بينها إيران، ليس إيران فقط الوحيدة. نعم. هناك ربما دول تلعب أدوار متعددة، سواء كانت دول عربية أو إسلامية أو إقليمية أو دولية. نعم. وبالتالي بالتأكيد لهم تواصلات ولهم إلى غير ذلك. نعم. تفضل. طيب الآن، طيب الآن أستاذ شوقي، كما تعلم الآن دائما ما ينادي اليمنيون وينادي أيضا الخليجيون أو في السعودية بشكل عام يطالبون بعودة الشرعية اليمنية بشكل عام إلى الأراضي المحررة وقيادة الدولة، يطالبون الحكومة بعودتها كاملة، يطالبون مجلس النواب بالعودة، يطالبون حتى الرئيس بالعودة. إذن ما مصلحتهم عدم تهيئة أجواء لهؤلاء الناس للعودة لقيادة الدولة من الداخل؟ لأنه باختصار سيفشل كثير من الأجندات التي للأسف تضر بالشعب اليمني وبمصالحه. ذكر ضيفك الكريم الأستاذ عبد الكريم الأسلمي، وأتفق مع كلامه جملة وتفصيلة، بأن هناك أجندات متفاوتة. هناك من يريد ربما لا يريد دولة يمنية اتحادية قوية، بل لا يريد حتى دولة جنوبية قوية، يعني ليس فقط فيما يتعلق فقط بالدولة اليمنية الموحدة، حتى في إطار الدولتين لنفترض، نذهب إلى أسوأ السيناريوهات التي لن نتمناها لكن نفترض أنها، هم لا يريدون أيضا يمن جنوبي قوي ومستقر يسيطر على موانيه ويسيطر على ويستثمر جزره وموانيه إلى آخره. للأسف وأنا أقولها هنا بكثير من الوجع، يعني ابتلينا بسياسيين في دول الخليج يرون أن من مصلحتهم أن تبقى اليمن، أن يبقى اليمن ضعيفا. للأسف، يعني للأسف لا يتعاملون مع اليمن على أنه كيان ينبغي أن يكون قويا. يعني هل من مصلحة ألمانيا على سبيل المثال أن تكون دول الاتحاد الأوروبي ضعيفة؟ بالتأكيد لا. العقلاء لا يرون الشركاء ينبغي أن يكونوا ضعفاء إذا ما تبينت المصالح كلها من منطق الدائم في العلاقات، وهو أنا أربح وأنت تربح. ابتلينا بساسة في الخليج بشكل عام، متواجدين في أكبر دولتين، على يرون أن مصلحتهم في أن يبقى اليمن هشا وضعيفا، ومن ثم تدور سياسات بعضهم في تحقيق هذه النتيجة. وهذه النتيجة أنا أقول لهم بكل وضوح ليست لمصلحتهم، إنما هي لمصلحة عدوهم الاستراتيجي إيران، وخاصة الإخوة في المملكة العربية السعودية. عليهم أن يتنبهوا، عليهم أن يحذروا أن المدينة ومكة هي المستهدفة من قبل الاستراتيجية الإيرانية التي يعلن عنها. أنا لا أفشي سرا هنا. نعم. أنا أتحدث باستراتيجيات. أستاذ شوقي، في هذه الجزئية تابعنا الكثير ممن يكتبون، يعني سواء إعلاميين سعوديين أو سياسيين، يقولون بأنها شماعة يتخذها اليمنيون أو الذين يعني لا يريدون الخير للخليج، يعني يعلقون هذه الشماعة بأنه المستهدف هم والمستهدف مكة والمدينة، وهي عبارة عن شماعة كاذبة وهم بقدرتهم حماية أراضيهم. على كل حال أنا أتمنى بصراحة هنا يعني أبعث رسالة صادقة، لا أريد منها جزاء ولا شكورا، لا رغبة ولا رهبة. نعم. إلى الملك سلمان وولي عهده ليتنبهوا من كثير من السياسيين والمثقفين السعوديين والإماراتيين، يتنبهوا، فإن بعضهم مرتزقة وبعضهم ربما لهم أجندات، يعني ليس مستبعدا أن تكون خائنة للأمة وخائنة لحضورها وخائنة للإقليم وخائنة للخليج كله، ليس فقط خائنة يعني لبلدانهم. نعم. نتنبه من هؤلاء يعني يفقدون يعني السعودية والإمارات من شركائهم الحقيقيين، يؤدقون النار والفتنة والصراع مع القوى الفاعلة في المجتمعات. أنت لا تذهب بعيدا، انظر إلى هذه السياسات الآن التي تمارس ضد المغتربين. هل هناك عاقل يرى أن من مصلحة إخواننا في المملكة العربية السعودية أن يضرب المغتربون وأن يظلموا وأن يمزقوا وأن يعني أن يمارس ضدهم هذه الممارسات الخاطئة؟ بصراحة أنا أقول هنا ابحث عن المستفيد، المستفيدون هم الذين يريدون
أن يضعفوا هذه الكيانات التي نحن بالنسبة لنا نتمنى أن تبقى قوية. أنا بالنسبة لي سواء اتفقت أو اختلفت مع الإمارات أو اتفقت أو اختلفت مع السعودية، أتمنى أن تبقى كيانات حاضرة، لأن بالأخير أخي إذا كان قويا وأنا قوي سنحمي أنفسنا ونحمي مصالحنا. نعم. طيب، لأن المصالح بالأخير مشتركة. نعم أفضل. طيب أستاذ، أعود للأستاذ عبد الكريم. أستاذ عبد الكريم، الآن كما تعلم ما حدث مؤخرا من أحداث في عدن ربما كانت هي السبب الرئيس بعد إعلان رئيس الحكومة بأن المجلس سيعقد جلسة يعني للمطابقة على أو للتصديق على الموازنة العامة للعام 2018، وحدث ما حدث ولم يتم عقد الجلسة. الآن هل باستطاعة الحكومة أو باستطاعة فعلا التحالف العربي إن تم تحديد الجلسة لمجلس النواب سيؤهل عدن وسيجعل الأرضية سهلة لاستضافتكم واحتضان جميع أعضاء مجلس النواب لتنفيذ أي يعني أهداف سينعقد المجلس من أجلها، سواء من أجل الموازنة أو من أجل محاسبة الحكومة الشرعية أو اتخاذ سياسات في المستقبل؟ بالنسبة لي أعتقد أن بعد الأحداث الأخيرة التي حصلت في عدن أنه أصبح من الصعوبة بمكان عقد الجلسة في عدن، ولأسباب كثيرة جدا، يعني الناحية الأمنية غير متوفرة جدا، والظروف السياسية لا تسمح الآن بانعقاد الجلسة في عدن، لكن بالإمكان عقد الجلسة في أي مكان آخر من اليمن. من صلاحيات الأخ رئيس الجمهورية أن يدعو لانعقاد مجلس النواب في أي مكان من أرض اليمن آمن ومستقر، وممكن توفير الشروط كاملة للانعقاد. بالنسبة لعدن ستكون هناك مغامرة كبيرة جدا، يعني بحياة الأعضاء وأمنهم وسلامتهم إذا عقدت الآن في هذه الظروف. نعرف جيدا أن المسيطر أمنيا على عدن هي الإمارات بالدرجة الأولى، والمجلس الانتقالي الآن بالدرجة الثانية أحكم قبضته أمنيا عليها. يعني أفهم من كلامك سعد الكريم بصريح العبارة تخافون أيضا على حياتكم إن قصدتم عدن لعقد الجلسة في ظل هذا الوضع الأمني المخيف؟ أكيد هذا شيء مؤكد، يعني أهم عنصر لإنعقاد جلسة مجلس النواب أن يتوفر الأمن لهذه الجلسة. إذا لم يتوفر الأمن لا يمكن إنعقاد هذه الجلسة، وتوفير الأمن ممكن توفيره في أماكن أخرى، ممكن يكون في أي محافظة من المحافظات الآمنة الأخرى وبسهولة، ويستطيع رئيس الجمهورية توفير ذلك الكلام بإصدار قرار فقط بنقل الجلسة إلى هذه إلى أي محافظة أخرى آمنة. نعم. عدن الآن نعرف أنها ليست آمنة نهائيا، ولا يستطيع أحد أن يمارس أي دور فيها سياسي. رئيس الجمهورية بنفسه لا يستطيع أن يذهب إلى عدن، الحكومة كانت محاصرة وكان على وشك الفصل بها الآن هناك في عدن، ونعرف أنه من أهداف الحركة الانقلابية التي تمت مؤخرا هو إفشال عقد مجلس النواب هناك، وصرح بهذا بشكل واضح وصريح رئيس المجلس الانقلابي الانتقالي. نعم. الإعلام. نعم. صحيح، صدقت. طيب أستاذ عبد الكريم، أنا أشكرك على مشاركتك معنا البرلماني. الأستاذ عبد الكريم الأسلمي كنت معنا من إسطنبول. عودة أخيرة للبرلماني الأستاذ شوقي القاضي. أستاذ شوقي، مقترح في حال كما تحدث الأستاذ عبد الكريم أن عدن غير مهيئة ولا يمكن في هذه الظروف الأمنية الصعبة هناك أن يعقد مجلس النواب، يعني الوجهة الأخرى التي تعتقد بأنها ربما تكون مهيئة لاستقبال أعضاء مجلس النواب وتنعقد الجلسة بصورتها الاعتيادية؟ ولن أريد أن أصحح مفهوم يا أخي الحبيب، أرجو أن لا يتكرس في هذه الحلقة، وهو أن مجلس النواب ليس دوره أن يحاسب الحكومة فقط. مجلس النواب شريك ومكون من مكونات النظام والدولة، وبالتالي مجلس النواب سيأتي رديفا وسيأتي وسيطا ما بين المجتمع وما بين الحكومة، وبالتالي هو سيأتي يقيم، هو سيأتي يرشد، هو سيأتي ينصح، هو سيأتي يبين ويوضح ويعمل عمليات ترشيد لكثير من الأمور، ليس شرطا أن يأتي، لأن لكل مرحلة أدواتها. نعم. الموضوع المحاسبة هذه في ظل الدولة المستقرة، لكن نحن في ظل حرب، وبالتالي أعضاء مجلس النواب يستوعبون جيدا أننا في مرحلة حرب، وظروف الحرب تختلف تماما معطياتها، وبالتالي تختلف أدواتها. هذا الأمر الأول. نعم. الأمر الثاني، يعني حتى لا نزيد نكرس رؤية بعض الوزراء لموضوع دور مجلس النواب، وبالتالي سيعملون ويستميتون حتى لا ينعقد. نعم. الأمر الثاني فيما يتعلق في عدن، أنا أتفق مع أخي الحبيب عبد الكريم، لكن أنا بالأخير أرى أن الإخوة في المجلس الانتقالي والحزام الأمني إنما هو عبارة عن موظفين مع دولة الإمارات العربية المتحدة هكذا على بلاطة، ومن ثم الانقلاب الأخير أثبت ذلك تماما، بمجرد ما جاءت الأوامر والتوجيهات انسحبوا على طول كل حال، مع أنهم قد دخلوا الغرف
ورأيتم كيف مزقوا صورة الرئيس وكيف شتموا وكيف وكيف، لكن بالأخير بمجرد ما أجت التعليمات والأوامر انتهى القضية. ومن ثم لو أن التحالف الآن يعني قرر وراغب وأراد أن تنعقد في عدن ستنعقد رغم أنف كل شخص آخر، لأن موضوع الحزام الأمني. ألا تعتقد أستاذ شوقي، أستاذ شوقي معذرة على المقاطعة، ألا تعتقد بأن هذه اللغة هي يعني ليست لغة ربما رسائل يعني اطمئنان، رسائل عدم فيها الاستفزاز؟ ربما الآن يفهموا من كلامك من سمعك الآن بأنك يعني أعطيت الحق الأول والأخير هي للإمارات وبقية الميسر الانتقالي ومن يتبعه من أحزمة أمنية لا يمكن عمل شيء إلا ما يملى عليهم. لا 100% كلامي هذا واضح. أنا على بلاط، أنا من النوع المسكين الله ما أنا سياسي أصلا، أنا كذا رعوي أرقم بها بوضوح ما أعتقده. ليس هناك، لأنه من ينفق يا أخي، إذا كان القرآن الكريم جعل القوامة من حق الرجل حين ينفق فقط، وحين لا ينفق ليست له قوامة. ومن ثم من ينفق في الشأن السياسي، من ينفق في الشأن الأمني له القوامة. في ظل انعدام المرتبات على الجميع استمرت الإمارات تدفع المرتبات لهذه المكونات الأمنية، ومن ثم هي التي تنفق فلها القوامة عليهم. إذا أرادت أن توجههم بحسب ما تريد ليس هناك مشكلة، لأن أبناء عدن بالتحديد، أبناء عدن هذه ملحوظة مهمة، أبناء عدن ليس من مصلحتهم مطلقا هذه المكونات المليشاوية. أبناء عدن وأبناء لح يعني وأبناء لح وأبناء المدن والحواضر الرسمية الرئيسية في الجنوب من مصلحتهم أن توجد دولة آمنة مستقرة بعيدا عن المليشاوية، لأنهم يتذكرون أحداث 86 ويتذكرون أحداث عندما تملشنت القوى الأمنية والمكونات. الأمر الثاني، هناك بدائل أخرى أيضا لانعقاد البرلمان. بإمكان الأخ رئيس الجمهورية كما ذكر أخونا الكريم عبد الكريم أن يدعو للانعقاد في مأرب، في حضرموت، ما الذي يضر؟ حضرموت جاهزة، والإخوة في حضرموت يعني الرشد فيهم واضح تماما، كون العقلية التجارية كما يقال خليط دم الرجل الحضرمي، فهو يعرف تماما أين مصلحته ومحددة بوضوح. ومن ثم تواصل مع القوى الحضرمية ستهيئ المكلا أو سيئون للبرلمان، هناك مأرب أيضا، بل حتى تعز، مدينة تعز أيضا جاهزة، لكن فقط لا غير لو هناك حملة تحرير لبعض المناطق. نعم، أشكرك جزيل الشكر البرلماني الأستاذ شوقي القاضي، كنت معنا من إسطنبول، والشكر أيضا للبرلماني الأستاذ عبد الكريم الأسلمي. ختام هذه الحلقة مشاهدين الكرام، تقبلوا تحايا معد هذه الحلقة الزميل ماهر أبو المجد، كما يلكم مني بشير الحارثي، حتى الملتقى بحلقات جديدة من زوايا الحدث بنفس الموعد ونفس الزمان. السلام عليكم ورحمة الله.